السلام عليكم. مسلسل العائلة أخيرا نزل إعلان المسلسل. إيش لافتن أنماز مسن سان؟ أكتر حلقة تقريبا اتطلبت مني الموسم ده، وأكتر مسلسل اتطلب حلقات وتحليل، وأنا كنت قاعد ومستني ومرضتش أعمل أي حلقة عنه ولا أي أخبار، واتكلمت عن الأسباب وهنتكلم عنها في آخر الفيديو. تقريبا يعني لحد دلوقتي بعد انتهاء مسلسل الحفرة مفيش مسلسل خطفني كده خلاني متحمس له، ولا انتوا كمان اظن انتوا كده نفس النظام نفس الشعور بتاعي، وان احنا نحلل اعلان باعلان ونحلل الصور ويعني يشدنا بشكل كبير كده. بس بعد ما شفت اعلان مسلسل العائلة بصراحة اتحمست حماس لا يوصف، يعني دخل لي شعور كده واحساس هو الحفرة اللي جاي. أظن يعني هو يا رب يطلع توقعي في محله. Adam senin için bütün dünyayı karşıma aldı. Ben ne yapıyorsam senin iyiliğin için. Yapma. فمن البداية من الإعلان كده بنشوف بعض التشابهات، تشابهات وتشابهات كتير كمان. فأنت عندك دلوقتي المفروض إن هو يعني المفروض كان في كلام كتير جدا عن المسلسل إن هو يا إما هو بتاع الهيبة يا إما مسلسل آل سوبرانو، بس من الواضح إن هو يعني حتى الآن إن هو مسلسل هيبقى تركي أصلي، مع إن في وجه التشابه ما بين آل سوبرانو اللي هو المسلسل الأجنبي اللي هيبقى مقتبس منه ده، بس حتى الآن من الواضح إن القصة هتبقى قصة أصلية. فخلينا بقى إيه نبعد عن كل التسريبات ونبعد عن كل الشائعات ونحلل اللي قدامنا زي ما انتم متعودين مني وزي ما احنا متعودين مع بعض ان احنا بنحلل الاحداث اللي قدامنا. يعني بصراحة كيفانش ممثل كاريزما عالية جدا جدا يا ماش كوشوفاني، الشخصية اللي ذو طرفين يعني ذو او نقدر نقول بجانبين من الشخصية، شخصية هادية ورومانسي وزي الفل وتمام، وشوف هو بتعصب وبيدغدغ الترابيزة قدامه الشخصية العصبية، فهو من واضح ان هي عيلة برضو نفس النظام عيلة مافيا مكونة من اخين. هو الاخ الاكبر هو نجاة، الممثل رائع جدا شتاي في الحفرة، الستايل بتاعه رهيب، ستايله من الواضح جدا ان هو واخد سكة المافيا كده ايه وش كيفانش، لا اصلا واخد اللي هو يعني واجهة للعيلة من الاخر كده وكده. انما الاخ التاني اللي هو نجات اللي قام بدور نجات هيبقى واخد دور المافيا وبشكل كبير ومبدا من الواضح. وبرضه العيله هيبقى لها رئيس، ورئيس العيله المره دي هيبقى الام، يعني الاب شكله متوفي وصورته المتعلقه في الصاله، ورئيسه العيله الام. ورئيسه العيله الام كالعاده تتدخل في حياه ابنها، ومن الواضح انها تتدخل في قراراته وفي حياه اصلان، واصلان بيقول لها ما تتدخليش في حياتي وبلاش تتدخلي في حياتي، هو يعني عارف هو بيعمل ايه برضه، يعني نقدر نقول ايه الحفرة يعني ده برضو بيرمي على الحفرة. طبعا انا بدي واوجه التشابه بسبب الحنين لينا لمسلسل الحفرة، الحنين لحماس الحفرة زي ما قلت هو ده في امل. بس بصراحة الاعلان كان محمس وبشكل كبير جدا. فباختصار شكل العيلة، العيلة اجرامية برضو ليها اعمال اجرامية، الاخ ليهم اخ اكبر واضح ان جت اكيد من ملامحه هيبقى هو الاخ الاكبر، من واضح ان هو هيكون هو الماسك يعني اعمال القذرة للعيلة، وكيفانش هو اصلا يعني الاخ نوعا ما اللي بين البنين. وطبعا لازم يكون ليه حبيبه وليها دور في الاحداث وبشكل كبير، بيقابلها في المطار وبيحصل مناوشات ما بينهم، ومن الاخر ليه لما حبا لما بعد عداوه، هيبقوا مع بعض ويشدوا مع بعض وبعدين هيحبوا بعض. بس هي ليها طرف في العيله وبشكل كبير، لانها كانت بتقول لاخوه اللي هو نجاة تقول له انت لقيتني فين، فمن الواضح انها هتكون لها طريقه، هي مش جايه ومش بقابلها صدفه وهيحصل فيه حاجات وكلام في الموضوع ده. يعني كل المعلومات اللي انا قلتها دي من مجرد اعلان واحد، انا ما توقعتش يبقى الاعلان كده شامل وبشكل كبير، توقعت ان الاعلان هيكون متمحور حوالين حاجه رومانسيه كده خالص ما بينه وما بين البطلين مع بعض وخلاص، لكن هو يجيب لك اعلان شامل اللي هو نازلين بتقولهم بالاخر، يقول لكم احنا شركه القمر جايه تقول لك احنا خلاص احنا جايين بتقولنا، مع العلم ان خلاص مسلسل سباهي انتهى، فمن الطبيعي ان عرض المسلسل هيبقى يوم الاثنين، فيعني هنرجع لليالي الاثنين مره اخرى مع مسلسل عائله، مسلسل هيبقى رائع اجواء قويه، من الواضح جدا من الاعلان بس كده اثبت ان هيبقى فيه رومانسيه مع في طبعا اكشن مع دراما، ودي حاجه احنا مفتقدينها في المسلسلات الحاليه في الموسم ده. نتمنى ان هو ما يخزي الناس زي باقي مسلسلات الموسم ده او زي باقي اي مسلسل جه من بعد مسلسل الحفره، نتمنى ذلك. يعني نفس الواحد يرجع له الحماس تاني، نرجع مع بعض نناقش كل حاجه فيه، كل حلقه نعمل لها، كنا في الحفره بنعمل حلقه تحليليه مع حلقه تحليل للاعلان وتحليل حتى الصور الرسميه، فنتمنى نرجع
نرجع تاني لأيام مسلسل الحفرة، وأنا متحمس له وبشكل كبير. ده طبعا كل حاجة من الإعلان، وأي جديد إن شاء الله حتى لو صور بس هنتكلم عنها، وفي انتظاره أول ما ينزل. هو طبيعي يعني إيه كده الرينج خلاص، ممكن يعني سباهي ممكن يخلص الأسبوع الجاي، لسه في حلقة، الحلقة 7 نزلت تقريبا، في حلقة كمان هتنزل الحلقة 8 الأسبوع اللي جاي، ممكن العائلة يبقى ياخد الأسبوع اللي بعده أو الأخر، يعني في نص اتنين في آخر اتنين وننتظر مسلسل العائلة. بس مفيش أي كلام رسمي أظن مع الإعلان التاني، وأكيد بقى خلاص طالما ممكن ينزلوا لنا الأسبوع اللي جاي إعلان كمان ولا حاجة، ونشوف إيه اللي هيحصل. مع العلم إن هو ده تيزر، يعني ده المفروض إن هو بيبقى إعلان بسيط، مش إعلان يعني مش فريجمان زي ما بيقولوا، المفروض التيزر بيبقى صغير، عشان كده أنا استغربت تيزر إزاي وجايب فيه شامل كده، بس نقدر نعتبره الإعلان. ريت تقولوا توقعاتكم ايه بقى للمسلسل في الكومنتات، وتقولوا لي مدى حماسكم للمسلسل، وريت لو تعمل لايك وشير للحلقه، وريت لو مش مشترك تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار من الحلقات الجديده لما تنزل. تابعونا على انستجرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك، واشوفكم في حلقه جديده باذن الله.